السلام عليكم. اليوم غنهضروا على سوتيغ بلوط. سوتيغ بلوط كاينين تكنيك اخرين فحال بي سي ار، فحال فيش، فحال دوت بلوط. المهم غنهضروا عليهم ان شاء الله في فيديوهات اخرين. دابا غنهضروا على سوتيغ بلوط. سوتيغ بلوط واحد التكنيك هي ايتي دو انومالي جينوم. ممكن ندرسو واحد لا دي ان في كيوقع لنا واحد فيه واحد الميتاسيون، اما سيبتيديسيون ولا ديليسيون، ولا المهم كيوقع لنا واحد الشونجمون ولا ديليسيون، وهي كتصنف ميكرو ليزيون، يعني شي حاجه صغيره. هي دياغنوستيك ديريكت لان ميتاسيون ديجا ايدونتيفي. اهم حاجه هما لي زيتاب. لي زيتاب ستكون واحد سيكونس دو ادي ان غوند بريباراسيون دو ادي ان. عندك المرحله الاولى ديجيستيون دو ادي ان بار انزيم دو ريستريكسيون، سي با اني سبيسيفيك. هاو قضينا عندنا دوبل بغا كي تقطعنا كرجعنا له فراغمون صغيور، يعني بوتيت فراغمون، يعني في هاد لي تيب هادوما. مثلا عندنا ني الاب ني الام قضينا د الابن هنا د لو فيجوس، وكنزيدو الانزيم ديالنا. المهم كي تقطعنا في يعني تروفا صغارين. وعن وفي ثاني مرحله عندنا الكتروفوريز، كنعدلو قضينا ديالنا اللي قطعناه في الكتروفوريز، و ساعة اون فونكسيون دو طاي، يعني كيوقع لهم ميغراسيون اون فونكسيون دو طاي. تالت حاجة عندنا سيباراسيون دو فراغمون دو ادي ان بار الكتروفوريز، يعني كي تسيباريو، يعني كي تفرقو لنا، يعني كل فراغمون كيمشي لنا في الموطا ديالو. اربعة عندنا ديناتيغاسيون، يعني ديناتيغاسيون يعني من دوبل بغا كرجعنا مونو بغا بار لا ان ا او اش. كنزيدو هاد ان ا او اش باش كيوقع لنا من دوبل بغا كرجعنا مونو بغا. واحد الحاجه اخرى، المهم هادشي هذا غير زيميد دو سوتيغ بلوط. واحد الحاجه اخرى ادي ان عندنا كيكون عندنا سالب، ومن كيجي من سالب الموجب، يعني كيوقع له الميغراسيون، يعني ادي ان هو سالب كيمشينا للموجب عليها اللي عنده اصغر، فهمتي؟ لان الادي ان عنده شحنه سالبه، يعني كي ميغري من موا للبليس، عليها كتجبر هنايا بوتي طاي وفي الفوق غون طاي. غون اللي عنده غون طاي ما كيقدرش يمشيونا، يعني كيبقاو في بلاصتو. المهم غنشوفوا المرحله الخامسه. انا ترانسفورم دو فراغمون سور مونبرا نيتروسيلولوز، يعني كنعدلو حم مونبرا نيتروسيلولوز كيوقع لنا ترانسفورم داك لي فراغمون. سته عندنا هيبريداسيون افيك لا سون، يعني راديو اكتيف، يعني لا سون ديالنا سيكونس دو ادي ان ماركي كتكون عندنا ماركي، كنزيدو لا سون ديالنا. لا سوند هي كتكون عندها كتكون هي كومبليمونتير د الفراغمون اللي عندنا. دونك كتوقع لنا الهيبريداسيون مع لي فراغمون، وديك لي فراغمون اللي ما وقع لهمش الهيبريداسيون مع لي سوند كان اليمينيهم، يعني اليفاج، يعني مرحله 7 اليفاج، يعني لافاج، يعني اليميني دو فراغمون نو هيبريدي، صافي كان اليمينيهم. شنو كيبقى لنا؟ هذيك لي فراغمون كومبليمونتير اللي وقع لهم إبريدي أو ما صافي. ومرحلة يعني 8 أوتو راديوغراف. أوتو راديوغراف كيظهروا لنا لابوند، ها لابوند ديالنا صافي. وساعة كندرسو لانومالي واش هذا مريض ولا ماشي مريض ولا حامل للمرض، يعني كونديكتريس. عندك إغ إف إل بي، هي أصلا سوتيغ بلوط. عندك المختصر ديالها هي RFLP، هي بوليمورفيزم دو لونغور دو فراغمون دو ريستريكسيون، يعني بيرت ولا غان دو سيت دو ريستريكسيون. غنشوفو ليكزومبل. عندك ليكزومبل دريبانوسيتوز. دريبانوسيتوز واحد الانومال، يعني باثولوجي جينيتيك دو هيموغلوبين، يعني انيمي فاليسيفورم، يعني كي يعني تشوه لواحد د جلوبيل روج،
يعني الكريات الحمراء. شني هي واحد كيوقعنا سيبستيتيسيون، يعني ا قد رجعنا تي، او سي ا جي رجعتنا سي تي جي. يعني شني اللي تيبدو هاد الميتاسيون، شني اسمها ترانزفيرسيون. ترانزفيرسيون هاد لونزيم هذا ما كيقدرش يقطعنا في تي، دونك كيبقى لنا لي فراغمون مكمول في هاد الحاله هذه. غنشوفوا هاد ليكزامبل مهم. المهم قلنا قال لك هنايا بلاتي الا جبرتو هنايا في المعطيات سون سبيسيفيك ماركي ولا اغ اف ال بي، عرفوا ان هذه كنهضروا على سوتي امبلوط. مهم اكزامبل عندنا انا انفو اتان دو تريبانوسيتوز، هادي فراغمون اللي ما تقطعش، هادي فراغمون اللي تقطعنا. مهم عندنا الاب هيتيروزيغوت وتا الام عندنا هيتيروزيغوت، وعندنا الابن مريض، وعندنا هذا ما عرفناهش دابا نشوفوه واش مريض ولا لا. بما ان عطاونا الارقام يعني هذا الفراغمون اللي كبير وعندنا الفراغمون صغارين، علاش الاب هيتيروزيغوت؟ لان عنده الفراغمون اللي كبير والفراغمون اللي تقطعوا، هذا ما تقطعش حيت ما موقع حيتاش شونجمون دو نيكليوتيد رجعتنا تي. وتا الام، تا الام نفس الشيء هيتيروزيغوت، عندها اليل مغبد واليل نورمال، مي هذا عنده غير اليل مغبد ما عندوش اليل نورمال، دونك هذا هوموزيغوت هذا مريض. اذا هاد الابنه مريضه حيت اونزيم دو ريستريكسيون ما قطعناش، عليها بقى لنا فراغمون كبير ها 1.4. دائما انتبهوا على هاد الارقام والمعطيات. وهذا ماشي مريض مره اصل، وماشي كوندكتريس يعني ما حاملش للمرض، ما عندوش المرض، ما ينقلناش المرض من اجيال اخرين لان عنده غير اليل نورمال، يعني عنده 1.2 وعنده 0.2. شنو التحليل ديالنا؟ مو ما وصل نورمال، هو لي فراغمون هادوما نورمال. لا بير اي لا مير هيتيروزيغوت، يعني دو فراغمون عندهم ميتي اي نورمال. مي لو فراغمون لو غارسون كونتين ان اليل موربيد، يعني ان سور فراغمون، يعني 1.4، يعني ما تقطعش نظام دو ريستريكسيون ما قطعناش. ولكن لو فيتيس سان كونتين دو فراغمون، يعني عنده جوج فراغمون سون، يعني سون يعني دو اليل نورمال، يعني مزياني. غنشوفو ليكزومبل الثاني. ليكزومبل الثاني عندنا لي اسيكس. ليكزومبل الاولاني قلنا لي اني اوتوزوميك ريسيسيف، هذا لي اسيكس يعني مالادي ميوباتي دو ديشا ريسيسيف لي اسيكس. مهم عنا لا بيغ، عنا لي مي لا مير الانفو فيتوس. عنا لا بيغ في المعطيات قالوا لنا لا بيغ لا مير فينوتوبيكمون نورمال، يعني الفينوتيب ديالهم سان. مهم عنا لا بيغ هو الدي كبيره هي دومينو، دونك الي نورمال، وهذا ودي صغيره الي المغبد. دونك الاب ماشي مريض، الام هي لي كونديكتريس. وعندنا لونفو قالوا لنا في المعطيات مريض، دونك بما ان عنده واحد الاكس دونك هذا مال، يعني هذا ابن يعني ماشي فاميل يعني ذكر. و لو فيتيس انثى لان عندهم جوج اكس، حيت في الاولي قلنا دريبانوسيتوز هو لي اسيكس. دونك في الحاله هذه في هذا الجدول، هذا ماشي الجدول، هذا اوتو راديوغراف. في المعطيات في الاسئله كيقول لك اعطيني الجينوتيب دو لو فيتيس والجينوتيب دو لونفو. بما ان لونفو عنده اكس وحده، اذا شنو الجينوتيب ديالو؟ اكس دي صغيره ايكريك دي صغيره مريض، حيث مريض. علاش؟ لان علاش مريض؟ لان في المعطيات قالوا لنا مريض، دونك لو الالي ريسبونسابل دو مالادي سون دو اليل جوج، يعني الدي ان دو اليل جوج صافي، يعني ها هو
يعني دائما انتبهوا للمعطيات. وفي الفيتيس يقول لك شنو هو الجينوتيب ديالو، الجينوتيب هو اكس اكس، يعني اكس دي كبيره اكس دي صغيره. دونك فينوتيب ديالها صحيحه، ولكن الجينوتيب يعني حامله للمرض، يعني كونديكتريس، هاد الانثى حامله للمرض. دونك هي صحيحه ولكن عندها المرض. مهم صافي، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كيحدد لك، يقول لك حدد لي وكيقول لك شنو اسمها التكنيك، بما ان هاد كيقول لك ار اف ال بي ولا لا سوند سبيسيفيك، اذا كتقول لا سوتير بلوت. مهم فهمتو، يعني فهمتو كيفاش كتحدو الجينوتيب، وفهمتو كيفاش كتحدو لي شكون لي مريض وشكون لي ماشي مريض، يعني من خلال المعطيات كنعرف ان كتحدد الجينوتيب، وكتحدد حتى شكون اللي مريض، وكتحدد حتى لي سيكس، يعني واش مال ولا فوميل. يعني هادشي اللي كاين، وبون كوراج وبون شونس.